السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم الدين والحياة. معاني كتير في الحياة موجودة حوالينا ومش حاسين بقيمتها، يا إما من كتر ما تعودنا عليها أو لأننا دايما مش بنبص غير لنص الكوباية الفاضي. من المعاني دي معنى الرحمة، كلنا عارفين ومتأكدين إن ربنا رحيم ورحمته وسعت كل شيء، بس قليل مننا اللي بيشعر بمعاني الرحمة دي وهو ماشي في الحياة. ده السلام اللي بنسلم بيه على بعض ليل ونهار، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أهي رحمة الله اللي عمالين نقولها 100 مرة في اليوم، دي معناها إيه؟ في الصلوات اللي احنا بنصليها بنقول في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، أهو بنقول الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. تخيلوا بنقولها كام مرة، ومع ذلك أول اليوم ما يجي لحد مننا ابتلاء ولا مصيبة تلاقي الدنيا سودت قدامه ومش باصص غير لنص الكوباية الفاضي، وبننسى رحمة ربنا اللي مغرقانا من فوقنا لتحتنا. حتى بعيد عن الابتلاء في المعاصي والذنوب، أحيان كتير قوي المعصية والذنب بيبقوا تقال عليك ومش عارف تتخلص منهم ومتقلين حركتك، فتقول ما أنا ضايع ضايع، يعني معقول ربنا هيغفر لي بعد كل اللي عملته؟ أيوة ربنا هيغفر لك كل اللي عملته والزيادة كمان، وده مش كلامي، ده كلام ربنا. مش هو اللي قال للي أسرفوا على أنفسهم وغلطوا كتير لا تقنطوا من رحمة الله؟ ما تيأسوش أبدا أبدا من رحمة ربنا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إحنا النهاردة مش هنتكلم عن المغفرة، لا إحنا هنتكلم عن الرحمة، رحمة ربنا اللي وسعت كل شيء، رحمة ربنا اللي قسمها 100 جزء، 99 خلاهم عنده وجزء واحد نزلهن للأرض لكل الخلق يترحموا بيه. الأم تحن على ابنها وتسهر طول الليل تعيط جنبه وتعمله كمادات، الأب يتبرع لابنه بحتة من الكبد، الغني يعطف على الفقير، القوي يرحم الضعيف والمسكين، الكبير يحن على الصغير، وحتى الحيوانات بترحم ولادها وبترحم بعض. رحمة 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 في كل مكان. تخيلوا كل الرحمة دي جزء واحد من رحمة ربنا ولسه متخزن 99 جزء. يا رب اجعلنا من أهل رحمتك وارحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك. أشوفكم بعد الفاصل. حياتنا في ديننا وديننا حياتنا. برحب بضيفنا الشيخ الشحات العزازي من علماء الازهر الشريف، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا مرحبا. حلقتنا النهارده طبعا بنتكلم فيها عن رحمه ربنا، ونبدا مع حضرتك ونعرف ايه هي الرحمه. الحمد لله وصلاه وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. الرحمه هي الرفق والعون والمغفره والستر والمساعده واحتمال الزلات وإعطاء الخير، كل هذا يسمى الرحمة. رقة على الضعيف ومعونة للمحتاج ورحمة لمن قصر به جهده وتلمس الأعذار للناس، مساعدة من يحتاج إلى مساعدة، تحمل الهنات والأخطاء مرة ومرة ومرة ومرة، الستر على الإنسان ألا أتصيد للناس خطأ، الرحمة إعطاء وفضل، وإن كان المعطى لا يستحق لكنه محتاج. الرحمة أن آخذ بيده لأنقذه من كرب وإن كان لا يريد، الرحمة أن أرفعه معي وإن كان ثقيلا، الرحمة أن أفتح له باب الأمل بعد يأسه، الرحمة أن يحس الإنسان أنه إنسان، وأن يحس اليائس أن هناك أمل، وأن يحس الضائع أن هناك من ينتظره ليأخذ بيده، الرحمة أن أنتظر الخير دون أن أعرف له مصدرا، أن أثق في العطاء دون أن أرى له سببا، الرحمة دائما أو غالبا ما تأتي من قوي لضعيف، ممن عنده لمن ليس عنده. الرحمة هي العلاقة بيننا وبين الله، فالله يرحمنا لأنه خلقنا ونحن نحبه لأنه الرحمن. يبقى علاقة الرحمة هذه
كل مظهر من مظاهر الحياة إن لم يكن فيه رحمة فلا خير فيه. كل عطاء وكل نعمة، كل نعمة معذرة، كل نعمة إذا لم يكن فيها رحمة تحولت إلى، لا أقول مزايدة وبيع وشراء، وإنما ضاعت قيمتها. كل خطوة في حياتنا إذا لم تصاحبها رحمة لم نشعر بقيمتها ولم تؤدي إلى ما نريد. كل موقف من مواقف حياتنا إذا لم تظهر فيه تجليات الرحمة كان أسوأ وكان أفظع وكان أشنع. كل إنسان لا أرى في قلبه رحمة ولا في منهاجه رحمة فهو بعيد عن الله. كل مخلوق من المخلوقات محتاج إلى الرحمة، فكلما كان الإنسان أعلى وأسمى كلما كانت رحمته لغيره أوسع وأعم. كلما كان الإنسان محتاج إلى عطف كان أكثر عطفا، محتاج إلى رقة كان أكثر رقة، محتاج إلى عطاء كان أكثر عطاء. هذه هي صورة عامة للرحمة، لأن الرحمة انطباع في داخل النفس، أن تعتري النفس رقة عند رؤية الضعيف، وأن يمد يد العون لكل محتاج، وأن يرحم كل من كان في شدة. هذه هي الرحمة. فإذا كانت لمنفعة لم تكن رحمة، أما إذا كانت تجردا لله أو للقيمة الإنسانية والقيمة الأخلاقية استحقت اسم الرحمة. احنا طول الوقت بنحس برحمة ربنا حوالينا، نعم، بس ازاي نحسها؟ يعني في ناس بيحسوها وفي ناس مش بيحسوها، ازاي الواحد يحس برحمة ربنا من نعمه عليه؟ حضرتك في البداية ذكرت حاجة عجيبة، ان بعض الناس لما يحصل له أزمة ينظر الى نصف الكوب الفارغ. ده في ناس ما بتشوفش الكوب خالص. يأس. طب ده أبدأ له منين؟ قول له تعالى، هو ربنا بدأ معنا منين؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. يعني رحمة في بداية كل أمر، ورحمة تصاحبك ما دمت تسير، ورحمة لكل خلق الله. الإنسان أحيانا في حياته قد يحدث له أزمة، وفي شدة المشكلة يحس أن أبواب الأمل أغلقت أمامه. في هذه اللحظة تتجلى رحمة الله له. تتجلى رحمة الله له في إيه؟ كل قضاء معه لطف واللطف رحمة، وكل عسر معه يسر والرسر رحمة، وكل شدة معها فرج والفرج رحمة. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أمنا السيدة عائشة فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يقول لها يا عائشة لا يغلب عسر واحد يسرين. ولما يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم سيدنا عبد الله بن العباس في الوصية الشهيرة، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، في آخر الحديث في إحدى رواياته يقول له أعلم أن النصر مع الصبر مش بعد الصبر، لا مع الصبر، يعني يسير الصبر مع النصر في طريق واحد، وأن الفرج مع الكرب، يعني الكرب يسير والفرج معه، بس أحيانا من الأزمة ومن المشكلة التي أعيشها قد أرى الجانب المظلم ولا أرى الجانب المضيء، لأن أنا شغلت بالصدمة، شغلت بدهشة الموقف، لكن أنا لو حققت فيه ألاقي فيه فرج ولطف من الله، وأن مع العسر يسرا. سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول لنا ما ابتلاني الله عز وجل بأمر إلا وحمدت الله أنه لم يكن أشد مما كان، ولو شاء الله لكان أشد. أنه لم يكن في ديني، أن الله حفظ لي ديني وعلاقتي معه. بعض الناس يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. كل نعيم في الدنيا مهما علا لا قيمة له إذا كان الإنسان بعيد عن الله تبارك وتعالى. وكل جهد في الدنيا مهما علا فإذا وصلت في النهاية إلى راحة ونعيم في جوار الله ورحمة الله انتهى كل شيء. الأمر الثالث اللي سيدنا عمر يحمد عليه ونشوف فيه
مظهر عظيم من مظاهر الرحمة أن الله رزقني الصبر عليه. يعني حضرتك تلاقي أحيانا قد يكون مريض، تلاقي المريض أسكن الناس، كل اللي حواليه تعبانين ومرهقين وعمالين يخففوا عنه، هاي الحمد لله ده أنا في نعمة، الحمد لله أنا أحسن من غيري، بنراها كثيرا لي، إلا أن الله أنزل في قلبه من رحمته ما ينظر به إلى جزاء الله تبارك وتعالى على هذه البلية أو على هذا الاختبار، فيرى أن جزاء الله أعظم من أي شدة مهما كانت، فيستشعر عظيم رحمة الله تبارك وتعالى به. ونرى كل يوم في كل خطوة من خطوات حياتنا، إذا لم يكن فينا ففي غيرنا مما نشاهد مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى، حتى إن الإنسان يتعجب لو حكيت له لا يصدق أن هذا قد يحدث، لكنها رحمة الله. وبعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يتركه، لماذا؟ حتى يختبر فيه، حتى يقوى عوده، حتى يستطيع أن يشتد، حتى يبلغ المكانة والمنزلة التي أرادها الله تبارك وتعالى له. طيب إحنا عندنا أسئلة وعندنا تليفونات، فنبدأ ناخد أول تليفون. مي أهلا بيكي. الو. ايوه ما يتفضلي. ممكن اكلم الشيخ؟ معاكي حبيبتي. ايوه شيخ، انا ثانوية عامة، كنت محتاجة حضرتك تدعي لي عشان انا حاسة ان انا شدة، يعني ربنا يوفقك السنة دي تعدي. ربنا يوفقك ويعينك ويلهمك الاجابة السديدة، وكل اولادنا جميعا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويرزقهم الفهم والتدبر وحسن الإجابة، وارزقهم التوفيق والسداد والوصول إلى ما أرادوا وأفضل مما أرادوا، ويرزقهم السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة في حياتهم الدراسية وفي حياتهم العملية، وأن يكون دائما العلم والامتحان مصدر سعادة لهم وليس مصدر قلق، وأن يثبتهم الله تبارك وتعالى ويحفظهم. وكل أبنائنا جميعا، وليس السائلة وحده، وإنما كل أبنائنا جميعا، ويوفقنا جميعا في حياتنا، ويحقق لنا فيكم أملنا، فإنا نحبكم، فنسأل الله برحمته أن يوفقكم حتى نرى فيكم ما نحب. آمين يا رب. آمين آمين آمين. أم إياد أهلا وسهلا. أهلا وسلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذة دعاء؟ أهلا وسهلا يا حبيبتي. أنا عاوز أسأل فضيلة الشيخ. اتفضلي. يا عم الشيخ، انا كنت انا ووالدتي زعلانين مع بعض، وبعدين رحت صالحتها، وبعدين رجعت تاني ما بتكلمنيش، واروح مع اروح لهم ولا اروح في اي حته معاهم ولا كده يمشوا بعيد عني ومحدش يكلمني هي واخواتي. انت كنت عملتي معاهم مشكله يعني؟ لا، ده هو زعلنا بس مع بعض كده عشان خاطر كان ابني بيعيط، ورحت جايه ضرباه، راح جايه قالت له خد ابنك وقوم امشي من هنا، وكان في عشان الجمعيه وكده، وقلت لها لا خلاص خليني باسم واحد مش هخش باسمين، قالت لي لا ما ينفعش، ورحنا جايين زعلانين مع بعض. يعني كلام مواضيع بسيطه كلها؟ ايه؟ مواضيع بسيطه يعني. وجيت بقى رحت كلمتهم وكده، راح قالت لي لا خد ابنك وامشي، ورحت جايه واخده عيالي وماشيه، وجيت تاني حصل عندنا حاله وفاه، رحت ومشيت معاهم وكلمتهم، وجوزي راح صالحها وانا رحت صالحتها، ما حدش كلمنا برضك، حتى ما بيسالوش عليا بالتليفون. طيب تمام يا حبيبتي. احنا عندنا دائما حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل اذا قطعت رحمه وصلعها. خصوصا الام لها مكانه مهما حدث، الام ام والاب اب. طيب وحتى لو أنا حس إن هم ظلمني، حتى ولو كان جاء رجل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا في هذه الرواية أنه كان غير سيدنا النبي، فقال يا رسول الله إن أمي سيئة الخلق. إحنا عندنا نمر يعني سيئة الخلق، يعني ترفع صوتها عليه، قد تضربه، قد تحرجه أمام الناس، تزعق له مثلا. ففي الرواية لم تكن سيئة الخلق حين حملتك في بطنها حولا، ولم تكن سيئة الخلق حين أرضعتك حولين، ولم تكن سيئة الخلق حين كانت تسهر لتنام. بعد أن كبرت صارت سيئة الخلق. فلما يجي الرجل لسيدنا عبد الله بن عمر، وهذا الرجل يحمل أمه على ظهره، يقول لي يا ابن عمر هذه أمي، ألي منها في كبرها ما كانت تلي مني في صغري، أتراني وفيتها حقها؟ قال ولا بطلق واحد من طلق الولادة. فالأم أم مهما كان، ربما الأمر اللي أنا عملته لم يكن في نظري كبير، لأن دي بتختلف وجهات النظر، لكن في نظرها هي كان كبير.
ربما اللي انا عملته انا حاسس انه شيء مش ما يساويش يعني كل هذا القدر، ربما حد دخل افسد بكلمه. فدائما احتسب ان انا دائما اوصلها، اذا غاب فتره عني او غابت فتره عني ما ينفعش، لان هذه مفتاح رحمه الله لي، هذه الباب الذي ادخل منه الى الجنه. زي ما ذكرنا في لقاء لنا سابق ان رجل جاء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فقال يا رسول الله أريد أن أجاهد في سبيل الله، قال وما تبغي؟ عايز تجاهد ليه؟ قال أبغي الجنة، قال لك أم؟ قال نعم، قال ألزم رجلها فإن الجنة هناك. فأنا لو تحت رجل أمي هذا عندي من الدنيا وما فيها. حتى إن من النوادر اللي كانوا بيحكوها الحواديت الظريفة للأطفال إن أستاذ لتلاميذه يقول لهم إيه؟ كل يوم بكرة واحد يجيب لي حاجة من الجنة. احنا عندنا مفهوم الأولاد ان حاجة من الجنة يعني ثمرة من ثمار الجنة شيء، فبيجيب شبيه ليها. فولد جاب له شوية تراب كده في كيس أو في، فبيقول له ايه ده؟ قال له انا روحت لوالدتي امبارح فانا قرأت حديث او سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الجنة تحت أقدام الأمهات، فانا جبت شوية تراب من تحت رجل أمي. فده أخذ هو الجائزة الأولى. ليه؟ لأنه استشعر فعلا أن الجنة حقيقة عند قدم الأم. طيب لو رجعنا في حياتنا الواقعية لا نجد أبدا حد بار بأبيه وبأمي ولازم رجلهم ولازم طاعتهم يموتوا على سوء. نلاقي ربنا سبحانه وتعالى وإن لم يكن عنده من المال كثير لكن الله أنعم عليه بالرضا، وإن لم يكن عنده أولاد مثلا تعلموا لكن ربنا سبحانه وتعالى رزقه برهم وطاعتهم. ممكن يكون البيت بتاعه ضيق بس مرتاح فيه، قد يكون رزقه ضيق لكن مش محتاج لحد. ده الرضا، ده الرضا والعطاء من ربنا سبحانه وتعالى، ده اسمه عطاء البركة. نجد إن هو حصلت له أزمة، نلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى جاب له بر الوالدين ونجاه من كل ضيق ومن كل هم كان فيه، حتى إنهم قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب يؤخر إلى القيامة أو قد يؤخر إلى يوم القيامة إلا البر والعقوق، فجزاؤه في الدنيا قبل الآخرة، فمن بر أباه بره ولده، ومن عق أباه عقه ولده. وأمر أقوله لنفسي ولكل السادة المشاهدين، الإنسان إذا كبر تغير طباعه، يغضب بسرعة طبعا، قد يضيق خلقه بسرعة، قد يكون مريض، فالمرض ده يسبب له ضيق، فالضيق ده يعمل فيه ايه؟ هينفسه عند مين؟ طب. الا عند من له عليه دلال. فبص الاقي والدي انا قاعد كده يزعل مني، يكلمني كلمه ما تعجبنيش، قد يكون هذا الموقف بغير سبب، لكن انا دائما التمس ان هو لا، ده هو متضايق من موضوع تاني لكن ما اقدرش اتكلم مع حد اللي معايا، فاذا لم اتحمله انا فمن يتحمله؟ وكان يتحمل مني ما هو اسوأ طبعا حين كنت قبل ذلك، أن يتحمل مني أمور كثيرة، أفلا أتحمل هذا؟ لهذا ثم إن الله يعطي بركة في الصحة وبركة في العيال وسعة في الرزق وطولا في الأعمار ويعطي الجنة. من استحملش ده عشان عطاء عظيم من الله. وإحنا أصلا بكرة هنكبر، يعني كل واحد يقول يحط نفسه مكان أبوه أو أمه إن هم هيكبروا ويبقوا زيهم، فبكره كلنا هنكبر محدش عارف بكره هنبقى ايه، هنبقى عصبيين، هنبقى مستفزين، هندي كلام، هنعمل ايه؟ واحيانا اكثر مشاكل الدنيا تحل بتبادل الادوار. ايوه، اشوف كل واحد يحط نفسه مكان التاني. احط نفسي مكان مثلا انا في مشكله او في خصومه او في موضوع زي الموضوع بتاعنا ده، او انا علاقتي باستاذي، علاقتي بصاحبي، علاقتي بجاري، انا في وسيله مواصلات، علاقتي بالسواق ايه، علاقتي بالركاب اللي جنبي ايه، انا ماشي في الشارع وواحد عمل تصور او قال لفظ، احط نفسي مكانه، انا لو مكانه منتظر من الناس يعملوا معايا ايه؟ فانا اعمل كده، لو عملت كده 80% من المشاكل بتاعتنا تنتهي. صح. معانا استاذ عادل، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيبين. حضرتك طيب، اتفضل. بحبك في الله يا دكتور، وحشني جدا والله. احبك الله، الله يبارك فيكم ويحفظكم. استاذن حضرتك قبل ما انسى، بس هحتاج تليفون حضرتك، انا عندي سؤالين. حاضر. السؤال الاول بالنسبه للتبني، ليا اخ اكبر مني هو متبني بنت بقاله 15 سنه دلوقتي. طيب. فسؤالي محدد، لو انا وضعت او كنت في مكان بمثابه ولي امره، ربنا يدي العمر للجميع يا رب. نعم. فهو مديها اسمه بالكامل على فكره.
وعملت معاه محاولات مع دار الافتاء في 2002 برضه في الاعصاب عراق. المهم يعني لو انا اتحطيت في موقف ان انا ولي امره، ربنا يدي العمر طول العمر للجميع، امين يا رب، تصرفه يكون ايه؟ ده الجزء الاولاني في السؤال الاول. الجزء الثاني، ولادي كبار وعارفين ان دي بنت عمهم، ولاد اخواتي عارفين ان دي بنت عمهم يعني. طيب. تعاملهم معاهم مستقبلا هي نصيحه طبعا. طيب. اما السؤال الثاني فمش هقدر اقوله على الهواء، فبستاذن حضرتك بس عشان تليفون حضرتك لو اسيبه في الكنترول بس ما ينفعش اساله على الهواء يعني. تمام. احنا بس هنجاوب لكن احنا عندنا فاصل. فاحنا هنطلع دلوقتي مشاهدينا فاصل وهنرجع لكم مره ثانيه، خليكم معانا. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدين على مباشرة والدين والحياة، وكان معانا تليفون يا شيخ قبل الفاصل أستاذ عادل كان بيسأل على موضوع التبني، إن أخوه اتبنى بنت من 15 سنة وادالها كمان اسمه، فهو كان بقى بيسأل على شوية حاجات لو هو بقى ولي أمرها إيه الحدود، أو ولاد عمها تبقى إيه الحدود وكده. وبالنسبة للحدود ولاد عمها ما فيهاش إشكالية، لان هي على كل حال مش من المحارم بتاعتهم. أوه. فانا بتعامل معاها سواء كانت بنت عمهم او بنت غريبه، بنت عمهم او بنت غريبه الحاله زي واحد. بعضها، لكن بيكون بيننا وبين بعض في كعائله واحده منسوبين لبعض مثلا، ان في لقاءات كتير بتجمعنا مع بعض، وما دام اللقاءات الكتير بتجمعنا مع بعض يبقى مع حسن اللياقه وحسن الادب وان احنا بنتعامل كان احنا عيله واحده، لان المفترض ان احنا كانسان عائله واحده اللي اسمها العائله الانسانيه، انا وجاري فبيننا وبين بعضنا الموده والكلمه الطيبه والمعامله بالمعروف، في دائره القرابه بتزيد شويه مع حفظ المقامات مع الالتزام بالقواعد الشرعيه. ناري بقى للمشكله بتاعته هو انه لما يبقى ولي امرها البنت معتبره عمها، فهيبقى في نوع من رفع الكلفة. فأنا بتعامل على الأساس، في الأساس ده إيه بقى؟ إن أنا حتى ولو البنت رفعت الكلفة أحاول أحط حدود، وعشان برضو تطيب خاطر البنت، لأنه ما عبد الله بشيء أفضل من جبر الخاطر، بحاول أخلي التعامل بتاعها مثلا مع زوجتي أكتر، أولادي والدتك أو مع والدتها، ولو عايزة أي حاجة وأنا مع وضع، أنا اللي هضع الإطار بقى للتعامل، أنا اللي بحط القواعد للتعامل. ودائما لما بحط الأولادي قواعد أولادي ما بيطلعوش عنها، فأنا أعتبرها كأنها بنتي من باب جبر الخاطر ومن باب الإحسان إلى اليتيم إذا اعتبرتها من الأيتام. وإذا خفت أن أنا أتعامل معاها من غير كلفة، لا ما ترفعش الكلفة بينك وبينها، بس برضو معي باللطف والرقة مش بجرح المشاعر. طيب انا بعد ما اخويا يموت اقول لها لا ده انت مش بنت اخويا، وده اخويا كان عمل كذا وكذا وكذا، لا ما ينفعش، خلاص ما مضى مضى، ونبقى في ستر الله تبارك وتعالى، لانه مش هيترتب عليه شيء شرعي ومش هيزيد حاجه، لكنه قد يضيع البنت. وفي الحاله ديت اكون ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فاما اليتيمه فلا تقهر، ده انت لو احسنت اليها ده انت تحسن اليها اكتر من ان هي تكون بنت اخوك، عشان تاخد اجر من ربنا سبحانه وتعالى ان انت احسنت الى يتيمه، فبيبقى كده ايه المعامله بتاعتنا، وناخد الاجر بتاعنا مع حفظ القواعد، ان يبقى في حدود في التعامل مع اولادي ما فيش مشكله، لكن انا معايا بقى انا ابدا احط اطار واحط البنت جواه مع حفظها مع رعايتها مع جبر خاطرها مع عدم تضييع هذه البنت في اي شيء. وفاء اهلا وسهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا عندي ثلاث اسئله، هم كلهم عن الصلاه، خاصين بالصلاه. اتفضلي. اول سؤال، انا لما باجي اصلي السنه، طبعا السنه بتبقى ركعتين ركعتين، فانا احيانا وانا بصلي الركعتين الاولانيين. جبت منين طبعا دي؟ نعم. ما انت عارفه طبعا السنه ركعتين ركعتين، جبتها منين طبعا دي؟ ما انا عارفه كده ان هي السنه ركعتين بس. طب اتفضلي.
بس باجي احيانا بروح قايمه وانسى، يعني بعد ما اقول التشهد ما بسلمش، بقوم اقف، فمش ببقى عارفه اعمل ايه لما بقوم اقف. في سنه ايه؟ في سنه الظهر. في سنه الظهر، تمام. فلما بقوم اقف ببقى مش عارفه بقى هكمل اعمل الركعتين التانيين كمان بقى بالمره، ولا انزل تاني اقعد عشان اسلم. حاضر. ده اول سؤال. تاني سؤال بقى برضو في الصلاه الاربع ركعات بقى، يعني مثلا وانا بصلي الظهر باجي في الركعتين الاولانيين بقرا سوره الفاتحه وسوره قصيره، باجي في الركعتين التانيين مش بيبقى فيهم سوره، فاحيانا بسمي بعد ما اقول الفاتحه اقول بسم الله الرحمن الرحيم، فهل في الحاله دي لازم اقرا سوره قصيره ولا عادي ان انا بعد ما اقول بسم الله الرحمن الرحيم اصلي اروح خلاص واقفه واركع عادي؟ حاضر. ده السؤال الثاني. وفي بقى السؤال الثالث، انا ببقى لما بكون بصلي في جماعه في المسجد ففي الصلوات اللي هي ما بتبقاش جهريه، فانا ببقى عايزه اقول دعاء الاستفتاح، هل اقوله ولا هو الامام بيبقى بيقوله؟ حاضر، تمام. نيجي بقى لمساله السنه. السنة أربع ركعات في فرضين، في قبل الظهر وقبل العصر. الأربع ركعات في رأي إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاهم الأربعة متصلين، ورأي قال لا ده صلى ركعتين. فإذا عملت بده صح، إذا عملت بده صح. تمام. طب أنا أول ما دخلت في الصلاة نيتي عند ما دخلت في الصلاة إن هم اتنين ولا أربعة؟ لا ده أنا نيتي اتنين. طب أنا قمت أجيب التالتة؟ لا بقعد، لان انا من البدايه نيتي ان هم ركعتين، فلما اجيب ركعه ثالثه لا يبقى زودت عن اللي انا كنت داخله في الصلاه، فبقعد واتشهد وخلاص. ده انا عدلت ظهري وماله، مفيش مشكله. على اساس ان دي نهايه صلاه نافله او سنه، يعني ممكن اغير النيه في وانا اثناء وانا بصليها. انا بغير النيه اثناءها لو انا غيرتها من السنه للفرض. يعني انا واقف في الصف وانا بدات في الركعه والله اكبر وركعت، وانا نويت ثلاث ركعات او اربع ركعات والامام اقام للصلاه، وانا لسه في الاول، وانا لسه في اول ركعه، ماشي، الامام اقام للصلاه فخلاص الله اكبر وكبر ولا الامام، وغير نيتي اعد نفسي من السنه الى الفريضه. انا دلوقتي كنت ناوي ركعتين وقمت بقعد واكمل الركعتين واسلم. طب انا نويت اربع ركعات والامام اقام الصلاه، ممكن اكمل لو هلحق مع الامام، او ان انا خلاص اسلم وانا الصلاه اللي انا فيها وادخل مع الامام؟ طب ده اولا. طب انا متعود ان انا في الركعتين الاوليين الفاتحه وما تيسر، طب ايه المانع ان انا اخلي الثالثه والرابعه برضه الفاتحه وما تيسر؟ مفيش ما يمنع شرعا، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء الصلاه قال له لما دخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورجل بيصلي، فلما خلص الصلاه بتاعته السلام عليك يا رسول الله، وعليك السلام، ارجع فصلي فانك لم تصلي. في المرة الثالثة أو الرابعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول له ارجع، قال له والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني، أنا مش عارف أصلي إلا كده، فعلمني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا نودي للصلاة فتوضأ والبس ثوبك ثم توجه إلى القبلة وكبر تكبيرة الإحرام واقرأ الفاتحة وما تيسر لك من القرآن واركع حتى تطمئن راكعا. اقرأ الفاتحة وما تيسر لك من القرآن واركع حتى ثم ارفع لحد الصلاة، يقول له وافعل ذلك في صلاتك كلها. فالعلماء قالوا ايه؟ ان انا ممكن الاربع ركعات اقرا الفاتحة وما تيسر. طب ايه الفرق بينهم؟ ان انا القراءة في الركعتين الاولانيين اطول من الركعتين الاخرانيين. يعني انا تعودت ان انا اقرا الفاتحة وسورة وبعدين لقيت نفسي قريت الفاتحة وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، كمل قل هو الله احد. يبقى خلي قل هو الله احد للركعتين الاخرانيين في الركعة الثالثة والرابعة أو الثالثة في المغرب، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول. يقول طب أنا نسيت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم لأوائل الصور مش لآخرها، فلما أقولها في آخر الفاتحة لا كملي بعدها آية أو آيتين، أو كملي إن أعطيناك الكوثر، أقصر سورة في القرآن. ما هو الطبيعي إن هي ما تقولهاش، بس هي بتتلخبط. ما أنا بقول لحضرتك هي أول ركعتين بتبقى اتعودت، أنا اتعودت وهي مثلا خلصت الفاتحة، فممكن الواحد بيبقى سرحان في الصلاة تروح قايلة بسم الله وتفتكر إن دي الثالثة أو الرابعة فتقوم مكملة بقى صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم كامل كملي برضه إيه؟ نسيان. طيب يبقى إحنا دلوقتي في الصلاة بتاعتنا، طب أنا بصلي ورا الإمام في الصلاة الجهرية سايب مسافة بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، فأنا بدعي فيها بدعاء الاستفتاح،
طب في الصلاة السرية برضو ادعي دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح سيدنا أبو هريرة رضوان الله عليه يقول له يا رسول الله بأبي أنت وأمي سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب بالثلج والماء والبرد. ده دعاء الاستفتاح. بعض من بيزيد عليه أدعية تانية، لكن ده الدعاء الوارد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هي بقى قالتها أو ما قالتهاش؟ ما قالتها ما قالتهاش، ده سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أو هيئة صلاة هي بتحب تقول، هي كان سؤالها أن هي بتحب تقول. أنا بحب أقولها، هي بتحب تقولها بس وهي في الجامعة ما بتلحقش، بس أنا في صلاة الجماعة ما بلحقش أقولها. وماله، فيش مشكلة. الإمام قالها، والإمام يصد عن المأموم فيما سبق فيه، يعني أرى الفاتحة وأنا جيت ركعت على طول، فالإمام يشيل عني الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم. حتى إن بعض العلماء قالوا إذا كنت تصلي خلف إمام فقراءة الإمام قراءة لك. بالضبط كده. أستاذ أيمن أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. عليكم السلام. كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب. والله يا حضرتك أنا بوجه سؤالي لفضيلة الشيخ. أنا ربنا رزقني بثلاث أولاد، بنتين وولد. ربنا يبارك فيك ما شاء الله. حضرتك انا كنت يعني ناوي نيه لله ان انا اعمل لهم عقيقه ان شاء الله في رمضان ما شاء الله. هل عايز اسال هل ينفع ان انا اجيب راس واحده كبيره واعملها للثلاثه، ولا لازم كل واحد من الاولاد اعمله يعني الولد اثنين والبنت واحد؟ تمام. يعني اربع قطع، ولا ممكن اجمعهم في قطعه واحده كبيره واعمل لهم ليله واحده مع بعضهم عقيقه كامله يعني؟ طيب ما شاء الله ربنا يحميهم. ربنا يبارك يا رب. بالنسبه للعقيقه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عق عن سيدنا الحسن بكبش وعق عن سيدنا الحسين بكبش. وفي سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. فصار عندنا السنة الذبح وإراقة الدم تقرب وشكر لله على النعمة. فالعلماء قالوا إن حكمها كحكم الأضحية. كحكم الأضحية في إيه؟ في السن والهيئة. وممكن يشترك سبعة في بقرة أو في بدن اللي هي جمل أو ناقة. معنى كده إن أخونا الكريم مخير بين حاجتين، والأيسر لي يعمله. مخير إن هو يجيب اتنين للولد وكل بنت لها واحدة، يبقى عنده أربع روس من الضاني كده أو من الماعز. ومخير إن هو يجيب راس كبيرة والأولاد هيبقى لهم فيه أربع حصص، يبقى عنده كمان ثلاث حصص فيضين، لأن الراس الكبيرة عن سبعة تجزئ عن سبعة، لكن بشرط ان يكون تنفع اضحيه. طب انا ممكن اجيب مثلا عجل صغير كده بتاع، لا ما ينفعش اضحيه. طب انا هعمله ما دي مقدرتي، تبقى وليمه مش عقيقه. ووليمه وشكر لله على النعم، لكن ما سددش عن الايه؟ عن العقيقه. يبقى هو عمل كده صح، عمل كده صح. طب يوزعها ازاي؟ يوزعها الاصلح للفقير. هي السنه انه يوزعها مطبوخه ومعاها فاكهه او شيء حلو، وجزء منها في البيت، ونجيب ناس طيبين، أهلي وأهل زوجتي وجيراننا من الناس الطيبين يأكل. والناس اللي بتحب الخير تاكل، وبعد ما ياكلوا واحد يرفع إيده كده ويدعي للأولاد والباقي يقولوا أمين، عشان بركة في البيت وخير وبركة للعيال. ما قدرتش على ديت، يبقى اللي أقدر عليه من الخير أعمله، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل. معانا أم يوسف، أهلا وسهلا. أيوة زي حضرتك. أهلا حبيبتي، أهلا بيكي. ازيك يا حبيبتي؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه، اتفضلي. اتكلم سيدنا الشيخ؟ طبعا اتفضلي. الله يخليك يا حبيبتي. سيدنا الشيخ كان عندي سؤال لحضرتك، معلش. اتفضلي، انا سامع حضرتك. كان كنت انا ساكنه يعني في شقه. نعم. وجي جوزي حلف عليا، حصل مشكله وجي جوزي حلف عليا ان انا ما فيش حاجه تخش من بيت ابويا. حلف عليك ايه، بالمصحف ولا بالطلاق؟ لا، حلف عليا بالطلاق. طيب. المهم فجيت انا، والدي توفى، انا ما كنتش بدخل فعلا حاجه من البيت. فجي والدي توفى واحنا عزلنا من الشقه اللي احنا كنا فيها، ورحنا سكننا في بيت ابويا. طيب. فانا بتلقائي كده من غير ما اشوره ومن غير اي حاجه، يعني بقيت ادخل حاجات ايه، يعني امي لما بتيجي تديني حاجه بقيت اخدها. طيب. في شقتي فوق. طيب. من غير ما هو ما يعمل اليمين ولا اي حاجه، لان انا قلت ده دي شقتي انا بقى، هو ملوش ان هو يحتفل فيها. طيب.
ماشي. هو حلف على شقته هو. هو حلف. اتنقلت هو شقة حلف تانية خلاص ما عادش حلفاه. هو حلف عليا بالطلاق، عليا الطلاق بالثلاثة، ما حدش يدخل حاجة. ما أنا بقول لحضرتك أهو، هو حلف على الشقة القديمة اللي هي بتاعته اللي هو جايب. كده أنت في شقتك في بيت والدك. ماشي؟ فخلاص الشقة القديمة انتهت بكل ما عليها من التزامات، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويهيئ لك الخير وييسر لكم الأمر، مش عايزين الدنيا توصل لكده. أوحش حاجة موضوع حلفان الطلاق ده. يعني وأسوأ ما يبقى عادة. يعني في بعض الناس بيبقى عنده يعني عادة في كل كلمة يعني حاجات بسيطة، ما تخرحيش، ما تجيش، ما تكلميش، ما تدخليش، يعني الحياة الزوجية أقدس وأغلى من إننا نحطها في التصرفات كده. بالظبط كده. الطلاق ده معمول لحاجة واحدة بس، للتفريق بين زوجين استحالت بينهما الحياة. يعني لو كملنا هنعمل حاجة تغضب ربنا، في الحالة ديت نقول له لا خلاص كل واحد في حاله، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. إنما طول ما الدنيا ماشية مش عشان تصرف تافه لا يساوي أحط حياتي كلها وأولادي والبيت ما ينفعش. إيمان أهلا وسهلا. إيمان سامعيني؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا مدام دعاء؟ اهلا وسهلا. والله انا ليا طلب عند حضرتك وسؤال. اتفضلي. حضرتك انا عايزه اعرف اعاده البرنامج، وعايزه يعني لو تكرمت يعني اخد رقمك الشخصي. اعاده البرنامج؟ اعاده البرنامج المفروض من الساعه 2 بالليل. وعايزه رقمك الشخصي، وعايزه اسال الشيخ سؤال بعد اذنك. هو انت ممكن تسيبي انت رقمك وبعد الحلقه حد من الشباب هيتصل بيكي لفريق البرنامج ويتواصلوا معاكي. والشيخ اتفضلي سؤال. اتفضلي اتفضلي حضرتك سؤالي. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك في حضرتك. طيب. وحضرتك طيبه، ربنا يبارك فيك. والله لو سمحت انا عايزه اعرف بالنسبه للسلام على جوز الاخت، فهل يجوز او لا يجوز يعني؟ ماشي يا حبيبتي. في عندنا مسألة السلام والمصافحة. عندنا في العرف العامي إن واحد يسلم على حد كده خلاص ده اسمه سلام. لا، دي اسمها مصافحة. إحنا بنقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، دي سلام. وبعدين حتى كمان في مناسبة حلقة الرحمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها 30 حسنة. مجرد إن أنا أدعي لحد بالرحمة ربنا يديني 10 حسنات. طب المصافحة؟ عند العلماء قالوا المصافحة طالما القلب زي ما هو سليم والنية سليمة وليس فيها شيء، خلاص بدأت لقيت النية هتتغير ومش مجرد مصافحة بقى، ده هتتخذ لبوابة تانية، بلاش منها، منهي عنها. إنما ما دامت المصافحة زي مثلا أستاذ بصفحة التلامذة بتوعه، الزملاء يتصافحون فيما بينهم في العمل في حكم الموقف دون أن يتغير القلب، يبقى عند سيدنا الإمام أبو حنيفة قال أنه لا شيء فيها. إنما عند السادة الشافعية والسادة الحنابلة قالوا إذا تغير القلب تغير الحكم. يعني أنا مثلا بسلم على الناس كده، إزاي أعرف القلب تغير؟ لو السلام طريقته تغيرت بين أن أنا بسلم على واحد زميلي وواحد زميلتي، بسلم على الرجالة بطريقة وعلى البنات بطريقة تانية، لا ما ينفعش. يبقى في الحالة دي تهنية تانية وغرض تاني، فقال لك لا ابعد عنها. تمام. أم رحمة أهلا وسهلا. عليك، ازيك يا استاذ دعاء؟ أهلا يا حبيبتي، واسمك جميل اهو على موضوع حلقتنا الرحمة. ربنا يبارك فيها. الله يخليك. عاوز أكلم فضيلة الشيخ. اتفضلي حضرتك. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يبارك فيك ويحفظك. ألو. هو يعني لو وطيتي التلفزيون وقولي بقى السؤال في التليفون واحنا سامعينك. خلاص ماشي. كان جوزي والده ميت وهو في ثالثه ابتدائي. وهو جوز اخواته كلهم وبيدي حماته كل اللي هي عاوزاه، مش مقصر معاها، بس يا عيني عندي ما بيجي يقول لها ما فيش، تقول له ازاي؟ اعمل ايه؟ تتصرف لي وتخليه يطلع يسلف لها فلوس، لدرجه ان هو مقصر معانا احنا في قلب البيت وباسطها هي. واني مش مقصره معاها في حاجه، ودايما تطلع تتكلم عليا بره تقول ده ما بتعمليش، ده ما بتسوليش، ومتخليش جوزها يديني حاجه، مع انه والله جوزي ما مخلاه محتاجه حاجه، بيقصر معاها. انت متجوزه؟ جوزك ده متجوزه بقالك كام سنه؟ بقالك كام سنه متجوزه؟ بقالي 7 سنين. 7 سنين. طيب وهي مامته عندها اي دخل فلوس تانية؟ بتقبض. بتقبض
عندها اراضي وبتقبض، بس بتستكتر علينا اي لو طلع لنا في كيس، لو كيس شيبس في ايده للاطفال تقعد تقول ازاي من جايبه، ما يجيبليش، ما بيسالش فيا، والله والله مع انه ما بيأثرش معاه في اي حاجه. هو عنده اخوات؟ عنده اتنين غيره، عنده جدعين كمان غيره، وهم برضو مع مامتهم يعني كويسين؟ لا ما بيدوهاش حاجه ولا بيسالوا فيها يعني. لا تمام. احنا عندنا في عرف جاري عندنا هنا في مصر، بل في كثير من بلاد الدنيا، ان الاب لما يتوفى الاخ الكبير هو اللي بيتحمل مسؤوليه الاب. فهي مش بتعامل ابنها دلوقتي على انه ابنها الكبير، ده هي بتعامله على انه اب لاخواته، رب فمنتظره منه دور رب الاسره، انت المسؤول عن الناس دي، انت المسؤول عنهم بما فيهم انا، فهي بتكبره. قد يكون احيانا فيها نوع من العشم الزائد، لكن لها حق فيه. طيب اعمل ايه؟ انا دلوقتي في ما في مقدرتي وما استطيع اعمله. طب اللي ما اقدرش عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن الكلمه الطيبه تسد. يعني مش معنى ان انا ما عنديش مقدره ان انا ادي لوالدي او لوالدتي الشيء ان انا اقول له لا ده انا اديتك واديتك، لا لا، امن على الاب والام، لأن كل نعمة ربنا عليا سببها الأب والأم. وبعدين والده توفى وهو في تالتة ابتدائي، هي اللي ربته وهي اللي علمته وهي اللي كبرته لما بدأ يقدر يجيب فلوس ويقدر فمنتظرة منه وفاء هذا الجميل. والبنتنا الكريمة أولها أي شيء هيديه لوالدته ولإخواته ربنا سبحانه وتعالى هيعيد له أضعاف، يصرف عنكم به بلاء، ربنا يديله صحة، ربنا يبارك في أولادهم. فما تستكتريش على والدته أي شيء وساعديه أن هو يكون، طب هي ما بتكلمنيش كويس، ادعي ربنا، ربنا يرضيها عنك، وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويحفظكم جميعا. بشكر حضرتك جدا في نهاية حلقتنا، وبشكر كل مشاهدينا، ونختم الحلقة ونقول رحمة ربنا علينا كتيرة وبنحسها في كل حاجة حوالينا، سترنا وموفقنا وحمينا، يا رب ارحمنا واغفر لنا وراضينا. آمين.